ايه امسك وحياه امك وحياه امك حرام. امسك في اي حته، امسك في اي حته، بلاش الوقعه دي. والنبي والنبي حرام. والله العظيم حرام يا عم. شفت هتلاقي انا فين؟ لا بصراحه انت لعبه مستفزه. زيك يا صحاب، النهارده ان شاء الله هنجرب لعبه قول لي اب. انا دخلت كده سرشت على جوجل، لقيت لعبه ترفع الضغط، لعبه تجيب السكر، لعبه معرفش ايه. فالنهارده ان شاء الله جايين نجرب لعبه قول لي اب معاكم. فلو مره شايفني شايفك لا على زر الجرس، اهم حاجه اللايك. ريتسكو احنا المفروض نركب اصلا زي كده نطلع فوق. هو فين بس انا معرفش. نبتدي اللعبه. اطلع يا عم. نطلع فوق. انا مهلك كده عشان ايه؟ هو غبي. بص بقى يا شباب عشان ايه نبقى حلوين مع بعضنا، لو انت هتلعبها وانت ماشي كده لا. فهنعمل ايه؟ نقط يا بقى. ما حبش تمام. لا مش من اولها. تعال كده فهنمشي واحده واحده. ايوه كده. بص انت عايز تتحكم في اللعيب. نطلع بالراحة خالص خالص على مهلنا، احنا مش مستعجلين. عشان بص لو وقفت كده وجريت هتلاقي بص بيجي سريع. لا احنا نوطي كده احسن ونمشي على مهلنا خالص عشان مش عايزين وجع قلب. المفروض نمشي ازاي؟ وطي وطي احسن. طب احنا لو نطينا ايه اللي هيتم؟ لازم نخاطر هنا. احي احي تاني. حط امك. امسك 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 امسك. انا اسف. امسك امسك امسك. انا اسف. لا وطي وطي. لا اتقل بقى والنبي عشان ايه؟ مش ناقص وجع قلب. بالله عليك خلاص احنا قربنا قربنا هنا لسه بدري. خليك فوق. ايوه كده. امشي على مهلك عشان ايه؟ الواحد عشان تضرب في عينيه. طب احنا وصلنا هنا. طب بعد كده نروح على فين؟ المفروض نقطع دي. استنى بقى نركز في النطة. بسم الله الحمد لله. وطي وطي تاني عشان تضربها في عينينا. على مهلك انا مش مستعجل. ايوه ايوه ايوه. طب اوكي. طب احنا عايزين نروح هنا. لا استنى استنى استنى. اطلع يعني كده صح. لازم كده بالعقل. اتقل. انا عارفك غبي. عالم. طب استنى. طب لو طلعنا كده لا المفروض نمشي كده. امشي بالراحة عشان والله العظيم لو وقع. ايوه هو انا ممكن انط هنا عشان اقرب كمان. لا استنى. فهمت فهمت فهمت. والله العظيم حرام انا مش مركز.
برضه نتبع نفس الاسلوب برضه نمشي واحنا مغطيين كده نزلان. برضه نفس الاسلوب ما يتسربعش. فكرة انك لازم تركز في كل خطوة انت بتعملها اصلا. لا وطي 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 عشان ايه؟ طب نوطينا هنا هنجيبها؟ لو نوطينا هنا هنجيبها نجرب؟ اعتقد دي ار الله جدع جدع اي هبل. الحمد لله ما وقعتش تحت خالص. ايوه نطلع ازاي برضه يا جماعه؟ والله العظيم غباء بحبش هضطر في ده كله. طب اصل انا والله ما هغامر وهنط. بص المنظر ما فاهم ازاي. مش هغامر وهنط. لا هادي كده. لا ماشي امسك الهوس التاني. يا نهار اسود. طب لو طلعنا من فوق اللي ممكن يحصل؟ هنجرب من فوق كده. طب مفيش اي اختلاف يعني، بالعكس ان حتى اني اسهل. امسك بس عايش. لازم بالراحة خالص عشان ايه؟ بالراحة 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 يا صولي. نطلع نستنى بقى عشان ايه نفهم انا اصلا المفروض يمشي ازاي. انا تايه انا تايه. طب دي هو هيجيب ده في نطه هتلاقيه اعلى. طب نجرب. عاش وطي بقى. طلعنا هنا اللي هيتم على مهلك بقى عشان ايه؟ والله العظيم لو وقعت انا ممكن اقع فيها. كلام جميل كلام حلو كلام حلو تمام. على مهلنا يا اسطى خالص عشان اقسم بالله لو وقعت بعد ما وصلت هنا هزعل. تمام تمام قوي. نطلع الدورية دي يعني مهلنا خالص برضه عشان بسم الله. بس بالله عليك يا اخي تمسك نفسك. وقعت الزحلة. ايوه في الدنيا ايه ده لسه بدري ده.
انا مش شايف الشمس السريه ضربه في عيني. هزعل والله العظيم، حرام. واقف. ايوه انا خايف انط. تمام قوي، وقت تاني لازم نمشي على مهلنا كده، اصلا هو واقف بيجري سريع ما اعرفش اتحكم فيه. قلت ساكته بس انتي دي، انا اتعامل، انا عارف الاشكال دي كويس. سنة الفين هانت 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 على مهلك وحياة أمك. ميسك اهو الحمد لله. وطي. لا مش هو هيقع من النص يعني. اقف بس، انا اول مره اوصل الحته دي، انا اول مره اوصل هنا. على مهلك على مهلك. ايه ده دي ايه ده؟ استنى بقى كده، اول مره اوصل هنا. طب دي لما نط عليها هتطلعني لفوق، اطلع فين بقى؟ على الله اقسم بالله جت معايا كده. استنى بقى. لا اوف 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 انا اسف. طب لو نزلنا هنا بتاع السلم ده ماشي على الله. اثبت بقى عشان انا مش شايف. اطلع بالراحة، اطلع السلم بالراحة. ايوه هنا بقى نتحرك براحتنا بقى المكان ده. على مهلك والله العظيم انا لو وقعت هزعل، هزعل بجد. هوبا هوبا بسم الله، هوبا هناك على طول. هوبا امسك. ايوه عاش. طب اطلع فين تاني؟ اها طب هنا طلعت ماشي. بعد كده هنروح فين؟ لا استنى بقى كده عشان كده في حاجه غلط ولا ايه؟ تطلع سلم من هناك ده معقوله تيجي؟ بس انا هنزل ده كله. طب عشان نفكر لها. طيب عشان انا هزعل والله، هزعل لو وقعت. على الله بسم الله. امسك 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 امسك. ده كده اسمه جنان، كده جنان رسمي. امسك. الحمد لله انا ما وقعتش تحت خالص. استنى بقى. طب في حل، في حل. لا في حال. استنى، طب هما عاملين سلندر للاخر ليه طيب؟ امشي امشي امشي. لا ايه ده، نهار اسود عليك، يا نهار اسود عليك، توقع قلبي في رجليا يا ابن الجزمه. ماشي تمام، حلو كده حلو كده. طب احنا عايزين نطلع على ال ماشي. تطلع اطلع اطلع، تعالى الموضوع هنا سهل وبسيط. ماشي. لا بقى ماشي قلب امي، حرام عليك انت، انا اخوك. تعال كويس
طب ايه ده بقى؟ طب في سلم اهو. تعالى يا اسطى، تعالى 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 اطلع وطي. معلش انا ما بحبش امشي وانا واقف، ما بحبش امشي وانا واقف والله. انا هقع، انا عارف ان انا هقع لو مشيت وانا واقف. بسم الله. هشام صدر رافع عينيا برضه، عارف انت اللي هو بيرخمه يعني، هو انت رخم يالا. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ هو بيركب دي علي؟ الله. على مهلك، على مهلك بالراحة، أنا راكب ومش هنزل. ده هيطلعنا فوق. أقسم بالله جامدة. الحمد لله، ده بحسن هي كان على طول كنت هنط على طول. أيوة أيوة عاش. اطلع فوق، اطلع لفوق. طب طب دي آخرها. طيب ولا أعمل إيه؟ أنط ولا أعمل إيه؟ اوكي والله العظيم حلو قوي. اطلع كمل 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 يا اسطى، كمل يا اسطى، كمل يا اسطى. امشي على طول، امشي على طول، صح كده. ايه ده؟ طب انا كده وبروح على فين؟ هو كده بيفسحني ويرجعني تاني ولا اعمل ايه بالظبط؟ انا مش عارف. خليني راكب وخلاص، خليني بطلع. خليني راكب وخلاص يا اسطى. بص هتلاقينا فين؟ اي خدمة. ده بص لسه في فوق، في فوق خالص. ده لسه قدامنا ياما. وقف خلاص، بس هيجرش هنا. والله العظيم حلو، شكرا. انا مش هنزل الا لما يقف الفيل ده. ايه يا اسطى؟ تعالى بقى نطلع فوق نكمل. بص لسه في كتير قوي، ده احنا لسه ورانا ياما والله. نطلع كتير. طب هنطلع ازاي بقى؟ نشوف في سلم ده هنطلع لها ازاي دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوكي فهمت فهمت. اتقل كده يا اسطى وامسك العقل، امشي بالراحه ووطي. ده عايز انط. هوب امسك وحط امك. عاش. لازم تاخد القرار مرة واحدة، ما تراجعش في القرار بتاعك والله هتتلخبط. ايه ده بقى؟ لازم كده. ايه نطة حلوة. عاش. امسك نفسك. انا اتوترت، انا اتوترت. نط فين هنا؟ بسم الله امسك. اوه بقى والله العظيم انا عالمي. طب احنا لو مشينا من تحت عادي ولا في مشكله؟ لو مشينا من تحت بس انا بختار الصعب. اقول لك نمشي من تحت احسن. مشي من تحت يعني مش محتاجه. انا بص خلاص خدت الجرأه. اوه بقى يلا، ده في كتير قوي لسه. بسم الله. عاش. اصل والله العظيم يعني حرام بعد ده كله اقع هنا يعني. هقفل الفيديو على طول والله.
عايز نعمل بقى اللي هو كده مش سالك. هو كده عايزنا انزل تحت صح؟ على الله. التفاصيل ده كله يعني حرام اقع فاهم؟ نطة كبيرة. عاش عاش يا صاحبي، الجرأة جت والله الجرأة جت خلاص. اهدى بقى خلاص ما تزيدش فيها. هنطلع ازاي بقى؟ هنطلع ازاي؟ ما هي دي بعيدة قوي دي عليه بصراحة. هو بينزل هنا. بسم الله على الله، انا ماشي فيها كده على الله والله العظيم. اهي امسك وحياه امك، وحياه امك حرام. امسك في اي حته، امسك في اي حته، بلاش الوقعه دي والنبي والنبي حرام. والله العظيم حرام يا عم. نفسي تلاقي انا فين؟ لا بصراحه انت لاقي مستفزه والله العظيم مستفزه. وبكده اشوفكم الاسبوع الاخر مره ثانيه، اشوفكم في قناه فازر جاست مره، شفنا اعمل حاجه لايك. سلام يا رجاله والله العظيم حرام.